ماذا عن موضوع معسكر الاهلي الخارجي؟ سمعنا عن موضوع المانيا دوت، الموضوع حقيقي؟ بالظبط. بصوا قصه المعسكر اتطرحت اوريدي، ومارسيل كولر عايز معسكر ومصمم ان هو يكون في اوروبا. حلو. رافض فكره ان يبقى في معسكر في اي دوله عربيه او نطلع في بلد، هو الراجل عايز اوروبا. فهنا الاهلي ابتدى يخاطب الشركه الراعي على اقامه المعسكر، وفي مفاوضات في ده، بس في بعض العقبات اللي بتقابل النادي الاهلي في قصه المعسكر. اولها التاشيره، انت عارف تاشيره اوروبا بتحتاج تاشيره معينه، مش اي حد بيحصل عليها، بتاخد وقت كبير طبعا. فهل يلحقوا ان هم يعني يطلعوا التاشيره او يعملوا تاشيره لعدد كبير من اللعيبه ما حصلش على تاشيره اوروبا قبل كده؟ دي واحده من الازمات. هل في المعسكر حسب طلبات مارسيل كولر هيقدر يوفروا مباراه مع فريق كبير في المعسكر ده؟ لسه لحد دلوقتي برضو الامور ما يعني ما اتحسمتش. كان في كلام انه انتراكت فرانكفورت من الفرق المرشحه. لا، ما فيش لحد دلوقتي مفيش اي حاجه يعني في القصه دي. ده كان كلام اتقال، لكن اللي بيحدد ده لسه الشركه الراعيه بالاتفاق مع النادي الاهلي. فلحد دلوقتي ما فيش اي خطوات في قصه المعسكر، والموضوع قائم زي ما بقول لك يا كريم. التاشيره، لان انت فاكر لما كان الاهلي المفروض بيسافر في فتره من الفترات هيطلع اوروبا في سفريه، وحصل مشكله في تاشيرات بعض اللعيبه، فالموضوع اتلغى. كان ماتش ودي هيتلعب والموضوع اتلغى، وحصل ازمه في موضوع التاشيره، وان مش كل اللعيبه تقدر تطلع التاشيره دي. فده عقبه كبيره، وتاشيره المانيا كمان من الدول اللي يعني تاشيرتها بتبقى صعبه شويه، فكل ده معطل الدنيا. لكن فكره المعسكر مارسيل كولر طالبها، اقامه مباراه مع فريق كبير في اخر المعسكر، يعني المعسكر يبدا لو هيتعمل بمباريات تدريجيه، فريق سهل بعد كده فريق اصعب شويه، بعد كده نوصل تلعب ماتش كبير مع فريق ليه اسمه. برضه لما توفرتش في مشكله في المعسكر، فلحد دلوقتي في محاولات جاريه، لكن ما تمش الاتفاق على اي حاجه، ومفيش اي حاجه خاصه بموضوع المعسكر. طيب. كان الراجل بعد مباراه المصري هيدي اللعيبه راحه 3 اسابيع، والمفروض بعدها يبدا الاستعداد للموسم الجديد، ويبدا بقى فكره المعسكر. هل في خلال الفتره دي الاهلي يقدر يوفر بالاتفاق مع الشركه الراعيه؟ لحد دلوقتي الموضوع صعب ومش سهل، ويعني فكره اقامه المعسكر يمكن نقول اقامتها من عدمه 60% ممكن ما تتعملش، و40% تتعمل. مفهوم، حلو جدا.